منازل ومناسك، سبع منازل من منازل الحج مربوطة بسبع مناسك من مناسك الروح، نعيش معاهم ونربط كل يوم منزلة بمنسك من المناسك. إنما الجميل إن إحنا عايشينهم في العشر الأوائل، أحب أيام إلى الله في العام. اوعى تضيع الأيام دي، اوعى تفوتك الأيام دي. مهما حسيت إنك بعيد عن ربنا، امسك في العشر أيام، فاضل خمس أيام منازل ومناسك، وفكرة إنك تشعر إن كل يوم منزلة نعيش معاها. منزلت النهاردة التسليم، منزلت النهاردة التسليم، وإزاي نعيش بالتسليم، وإزاي نرتبط بفكرة التسليم. ويا ترى إيه علاقة التسليم بإن إحنا موجود هنا في وسط الخيل؟ هل في رمز العلاقة بين الخيل وبين التسليم لله؟ فكرة التسليم لله وفكرة الخيل وفكرة مناسك الحج نعيشها مع بعض النهاردة. معايا وانا فرحان ان انا بصور معاك، وانت مدرب خيل في طلعه خيل واسطبل رائع، عشان عامل لي شغل رائع. عمرك انت كام سنه؟ انا 22 سنه. 22 سنه، وانت المسؤول عن المكان ده، وانت اللي بتدرب الناس على خيل في المكان ده. التسليم يا عمر، وليه انا بصور معاك؟ خليني الاول احكي لك الحكايه، وبعدين انت هتعرف ايه علاقه التسليم بان انا اصور معاك، اصور اسطبل خيل والخيل ووجودنا هنا. التسليم يا عمر في الاخر انا معاك، حطني مطرح ما انت عايز، انا مسلم، انا بين ايديك. عمر ديننا اسمه الاسلام، متاخد من معنى التسليم، مسلم لله. يعني انا مطمئن، اصله مش هيضيعني، اصل انا مسلم وانا واثق فيه. اصل انت لو انت متاكد ان الله بالغ الرحمه، بالغ الحكمه، بالغ القدره، ما عندكش غير انك تسلم. ما اصل يا اما تسلم يا تخبط دماغك في الحيط. عمر، التسليم والحج له قصه على فكره. منسك من المناسك في الحج مرتبط بالتسليم. منسك ايه؟ منسك الذبح. الذبح الخروف. هو ايه فكرك؟ الفكره إن سيدنا إبراهيم كان محروم من الخلفة سنين طويلة، لغاية ما بقى سنه 60 ولا 70. سيدنا إبراهيم أخيراً هيخلف، تخيل الفرحة عاملة إزاي؟ طيب شوف الشعور اللي هيتنامى دلوقتي بفرحة الأب بالولد. فربنا بيقول فبشرناه بغلام حليم، حليم يعني ما شاء الله على الحكمة والشطارة والذكاء. يبقى مش ولد عنه، قال بعد. فلما بلغ معه السعي، ما ذبحوش وهو لسه طفل او وهو لسه جنين كان يستحمل، لا ده كبر قدام عينيه. وبلغ معه السعي يعني كانوا اب وابن اصدقاء، فكمان متعلق بيه قوي. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه، يعني كمان مش جاله جبريل قال له اذبح ابنك، دي رؤيه في منام. صحيح رؤيه الانبياء حق، بس في الاخر رؤيه في منام. اني اذبحه فانظر ماذا ترى. فيرد الابن المستسلم، هو ليه قال له انظر ماذا ترى؟ يعني لو قال له لا بلاش، لا عايزه ياخد التواب معاه. فيرد الابن ويقول له يا ابتي افعل ما تؤمر، ستجدوني ان شاء الله من الصالحين. يا سلام على الاسلام. شفت؟ حطه نيمه على وشه، فلقى عينه في عينه ما قدرش، فنيمه على ظهره وحط السكينه. بص الايه اللي جايه بتقول ايه؟ فلما اسلم. إذا هما كانوا مسلمين من الأول. هنا تحقق التسليم. إحنا بنذبح في العيد عشان نفتكر إن إحنا مسلمين لله. الناس كلها بتذبح وهي مش فاهمة ليه؟ شفت الفكرة؟ شفت الحكاية؟ ليه أنا بقى بصور معاك؟ أنا بصور معاك عشان رمز التسليم في الكائنات الخيل. أيوه، الخيل رمز التسليم، تسلمها لصاحبها زي ما أنت المفروض تسلم لربك. في سورة في القرآن يا عمر اسمها سورة العاديات، العاديات اللي هي الخيل، والعاديات ضبحة. ضبحة صوت نفس الخيل لما يكون تعبان بس مسلم لصاحبه.
فالموريات القطحة الشرارة اللي بتطلع من رجل الخيل وهو بيحفر في الأرض بس مسلم لصاحبه. فالمغيرات صبحا تغير على الأعداء بلا خوف لأنها مسلمة واثقة بصاحبها. فأثرنا به نقعا غبار طالع ما تخافش أصلا مسلمة لصاحبها. فوسطنا به جمعا في وسط المعركة ما جريتش ومش خايفة أصلها مسلمة لصاحبها. الآية بعدها بتقول إيه؟ إن الإنسان لربه لكنود. يعني إيه كنود؟ ليه أنت جاحد مش مسلمة؟ إيه ده؟ أنا أول مرة أفهم سورة العاديات كده. يعني سورة العاديات بتقول شايف الخيل مسلمة إزاي؟ شايف الخيل مستسلمة إزاي لصاحبها؟ عشان واثقة فيه. الخيل ما بتسلمش إلا لما تكون واثقة بصاحبها. أنت يا مسلم واثق في ربك ليه مش مسلم؟ هذه الأيام أيام تسليم. عرفت إن أنا بصور معاك يا عمر؟ سؤالي ليك بقى، فعلا الخيل بتسلم لصاحبها؟ وده كلنا بنشوفه لما عموما اي حد بيركب حصان قبل ما يركب الحصان بيتعرف عليه. الحصان لو اتعرف عليا الحصان هيطمني جدا. الحصان انا داخل على الحصان انا مش داخل عليه، داخل فجأة لا انا داخل عليه بالراحة، بسلم عليه، بطبطب على خده وعلى وشه، بطبطب برضه القصة بتاعت شعره. الحصان بدأ يطمن في حاجة في شخص ده كويس، الشخص ده مش هيأذيني. يلا نبسط بعض. يسلم لك لأي درجة؟ تماما؟ أي حاجة معايا هيعملها. مية في المية طاعة مش موجودة. يعني إنسان بيطيع مثلا أخوه أو مدير في الشغل. يعني أنا كنت صح لما قلت الحصان رمز التسليم. الحقيقة ولذلك في المعارك لما كانوا بيدخلوا في الحصان أنا كنت أسأل الناس من زمان، طب إزاي الحصان ما بيخافش ويجري؟ مش هيخاف أقوى ده مهما حصل. ده الحصان لو أنا وقعت في الجبل الحصان مش هيمشي ويسيبني، الحصان هيقعد جنبي. الحصان ممكن تطلع عليهم. حصلت مرة قبل كده واحنا بنجري واحد من اللي بيجروا معانا وقع. الحمد لله الجبل عندنا كويس، رملة كويسة، فمفيش حد بيجري لما يقع. بس هو أول ما وقع الحصان بيجري، طبعا الحصان جري بسرعة كبيرة جدا فمش هينفع يقف مرة واحدة. هو وقع من عليه. بعد ما هو وقع الحصان جري وراح كشف كيله تاني جاي يطمن على صاحبه. حسيت يا ترى انا مسلم لربنا كده؟ انت بتحكي على الحصان وتسليمه لصاحبه لما وثق فيه وحس ان صاحبه مش هيضيعه. معقوله ربنا يضيعني وانا مسلم ليه؟ معقوله ربنا يسيبك وانت مسلم ليه؟ اسلم له ازاي؟ انا معاك يا رب، انا بحب قدرك ومطمئن ومفيش توتر ومش محتاج ابقى خايف قوي كده. اصل انا مسلم ليه؟ اصل انا عايش معنى ديني ان انا مسلم لله. اصل انا مستفيد من ان احنا هنذبح يوم العيد. اصل وانا بذبح بعد كده هفتكر يا رب ده حصل عشان كلمه فلما اسلم. هتسلم لقدر الله؟ هتسلم لكل مسلم كل حياتك لله سبحانه وتعالى؟ ده المعنى يا عمر بتاع التسليم وعلاقته بالحج. عمر انت المكان ده فيه كم خير؟ فيه كم حصان؟ احنا عندنا هنا يعني الحمد لله فوق ال 100 حصان. عندنا خيل مجيبي بتسافر بره مصر، عندنا خيل بلدي طبعا للتمرين الجبل للركوب الحر وقفز الحرايق، عندنا خيل عربي وعندنا خيل تجين اللي هو وقفه مثلا رباه عربي وركوب بلدي او العكس او انجليزي وعربي وهكذا. عمر انت اصلا سيلز مانجر مش كده؟ يس. ايه اللي جابك في الشغل؟ الخيل عموما هي حاجه بتفصل دماغي تماما. كلنا بعد الشغل ما بيخلص يعني الواحد بيبقى تعبان جدا كتير بتاعي خلاص. انا تعبت من البنتون. ليه الخيل يا عمر؟ طبعا انا بحب الخيل اكتر من البشر. بتحب الخيل اكتر من البشر؟ دي حقيقة. لان حبيتهم سلموا لي. دي حقيقة. لان ربنا ادانا العشر ايام دول حب الخيل وجد ان احنا نسلم.
أنا عايز أقول كلمة في الختام، عايز أقول في الختام لكل الناس اللي بيسمعونا، العشرة الأوائل من ذي الحجة عيش فيها معاني اللي ربنا عايزها في الحج، يمن عليك بالحج ويوديك تحج لأنك عشت المعاني اللي هو عايزك تعيشها هناك، لأن ربنا سبحانه وتعالى صحيح جعل في الحج معاني زي التسليم، لكن ألف العشرة الأوائل اللي يعيش المعاني ده أحبه زي الحج وارضى عنه زي الحج، واديله ثواب واكرمه وارضى عنه وافتح عليه، عيش معنى التسليم كأنك هناك بتحج، تشبه بالحاج في تسليمه لله. فاضل على عرفة أربع أيام هتنوي التسليم، هتعيش إزاي أوصل للتسليم؟ كثر الذكر لله، أيوة بالذات لا حول ولا قوة إلا بالله، توصلني للتسليم توصلك للتسليم. إزاي أوصل للتسليم؟ كثرة مناجات الله. يعني إيه مناجات الله؟ تكلمه أنا راضي يا رب، أنا معاك يا رب، أنا مسلم ليك يا رب، ما تسيبنيش. بس في التسليم كمان حاجة حلوة جدا جدا، عارف إيه هو؟ التسليم مش عمل سلبي يا عمر، مش واحد حاطط إيده على خده ويقول أنا مسلم لله. التسليم معنى قلبي، قلبي مسلم لكن شغال وعرق وجهد وبتطلع أحسن ما عندك. لو جمعت التسليم مع الإحسان في العمل أحلى خلطة في الدنيا، والقرآن اللي بيقول كده، ومن أحسن دينا، مين أحسن متدين ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. انت في اقوى حاجه، متمسك باقوى حاجه في الوجود، مفيش حد هيقدر عليك. لو سلمت لله لازم يفتح عليك فتوح كبير. سلمت المالك الملك يديك ايه؟ عمر انا مبسوط ان انا اتواجد معاك، بس انا هطلب منك طلب، هديه مين ليك في حياتك؟ انت لسه صغير ب 22 سنه، كل ما تلسى بالخير يا عمر تفتكر صوره العاديات وقول لنفسك وبص في عينيا كده وافتكر الكلمه دي، انا مسلم ليك يا رب زي ما الخيل ده مسلم ليك. شكرا يا عمر. الناس اللي بيشوفونا كل ما تقرا سوره العاديات افتكر ان ربنا بيقول لك ان الانسان لربه لكنه، ليه انت جاحد مش مسلم ليا؟ انوي ان انت مسلم لربنا دلوقتي هتستريح وقلبك مستريح، وانوي انك داخل يوم عرفه مسلم لله مع احسان العمل، يرضى عنك ويرفعك لاعلى درجه. شكرا، السلام عليكم. عمر انا في الاخر اولا بشكرك جدا وفرحان بيك جدا، فخور بيك جدا وبالحاجه الجميله، وان انت عملت كده حولت هوايه لبقت حياه، مش كده؟ دي حقيقه. لازم في الاخر اهديك كتابي، ده كتاب اسمه منازل الروح. منازل الروح دون بيتكلم على منازل الروح السبعه، وكان برنامج رمضان بس اتحول الى هذا الكتاب. تقبل مني الهديه دي؟ اكيد طبعا، وانا اتشرف بحضرتك جدا يا دكتور، وهديه جميله جدا وقيمه، ونتمنى نشوف حضرتك كتير معانا طبعا ان شاء الله. حاجه اركب معاكم كتير انا وابني. ده تشرفونا طبعا. عمر ابني يعني عاشق للخيل. دي حاجه كويسه جدا، خير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه يعني. الله جميلة جدا. الله الحديث الجميل. شكرا يا عمر، وحاجي لك كتير ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. شكرا حبيبي. شكرا يا عمر.